السلام عليكم، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير. الوصفه ديال اليوم عباره عن حلوه غادي نحضروها غير بالخبز اليابس، كتجي لذيذه بزاف صراحه، شي حاجه اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، ما غاديش تحتاجوا فيها لا طحين لا زيت ولا زبده، غير بالخبز اليابس هانتي وجدتيها. فغادي نخليكم مع المقادير ونرجع معكم في اخر الفيديو. فبالنسبه للمقادير ديال الحلوه، غادي نحتاجوا 4 البيضات كاملين، 3 نضيف على البيض 3 ديال المعالق كبار من الماء الساخن، يعني الماء غليته مزيان وضفت 3 ديال المعالق كبار على البيض، وغادي نطربوه بالخلاط الكهربائي، وغادي نطربوه واحد مدة ديال 5 دقائق بدون توقف. كيف كتشوفوا هذاك الماء الساخن هو اللي كيعطينا هذا القوام ديال هذا البيض، ومازال الحجم ديالو غيتضاعف اكثر من هكا. فهذا هو الحجم ديال البيض من بعد ما دازت 5 دقائق، فكيبقى الشكل ديالو بحال هكا. ودابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. غادي نضيف ليه كاس ما عمرش ديال السكر سنيدة، انا كنعبر بكاس ديال العنبة. غادي نزيد عليه كيس من سكر الفانيلا، وجوج معالق كبار من المزهر، وجوج القطرات من روح اللوز، فماشي بالضروره الا ما عندكمش ما تستعملوش. ودابا غادي نخلط الكل، نزيد عليها بقيه المكونات. فغادي نطحن الخبز، كان عندي الخبز يابس فحمرته، ودابا كنطحنو في مولينكس، وغادي نغربلو. غادي ناخد منه الكميه اللي غادي نحتاج، اللي هي كاس ديال العنبه من هذا الخبز المطحون، وهي اللي غادي نستعملو في الحلوه. فبالنسبه للخليط اللي غادي نزيدو مع البيض، فغادي نحتاجو 75 غرام من اللوز مطحون، ما يعادل كاس ديال العنبه ديال اللوز مطحون. ممكن انكم تعوضوا حتى بكاوكاوي اللي ما عندكمش اللوز، و 75 غرام من الخبز اليابس من بعد ما طحنتو، فما يعادل كاس ديال العنبه كذلك. طحنتو وغربلتو مزيان، غادي نضيف عليهم معلقه صغيره من خميره الحلويات، و 60 غرام ديال الشكلاط محكوك، تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال الشكلاط اسود. فغادي نخلط هاد المكونات مزيان، وعاد غادي نضيفهم على الخليط ديال البيض. وكيف سبق لي وقلت لكم، ما غاديش نحتاجوا الزيت وما غاديش نحتاجوا الطحين، فقط بهاد المكونات غادي نجمعوا الخليط ديالنا. دابا غادي نزيدو النواشف على خليط ديال البيض، وغادي نحاولو نخلطوه بشويه. وغادي تلاحظوا انه كل ما كنخلطو فكينقص الحجم ديال الخليط.
فمن بعد ما خلطت الكل مزيان فغناخد المول اللي غادي ندخلو الفران، غادي ندهنو بالزبدة وغنرشو بالطحين، وغادي نخوي فيه العجين وغادي ندخلو الفران اللي سبق لي وسخنتو، وغادي نخليه يطيب تقريبا مدة ديال 30 دقيقة. ها هي الكيكه ديال الخبز من بعد ما وجدات، فهذا هو الشكل ديالها النهائي. فما كتجيش طبقه غليظه بزاف، كتجي طبقه شويه رقيقه، وغادي نرشوها مزيان بالسكر ثقيل. الشكل ديالها كيجي زوين بزاف، ولكن المذاق ديالها كيجي رائع جدا، فكتجي خفيفه، ما كنحسوش بالمذاق ديال الكيكه العاديه اللي مولفين كنوجدوا، كيجي المذاق ديالها خفيف بزاف، وصراحه ما كتشبعوش منها. انا كنديرها ديما لانها اقتصاديه، وحتى داك الخبز اللي كيبقى عندنا في الدار كيبس، فكنستعملوه ما كنضيعوش. هالطريقه غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم، كتستحق التجربه لانها سهله وبسيطه بواحد المكونات اللي متوفرين في كل بيت. فكنتمنى انكم تجربوها. وكذلك بالنسبه للشكل ديال الهندسي اللي درت ليها في الاخير بالنسبه للزين، فانا خديت واحد السفود وسخنته مزيان فوق العافيه وحطيته من الفوق باش درت به هذا الشكل اللي كتشوفوا. فملي كنحطوه سخون فكيذوب داك السكر، وبالتالي كيعطينا واحد الشكل زوين، شكل هندسي. فممكن نتوما ديروا الشكل اللي بغيتوا. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التواصل المستمر. وكنتمنى الا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى فرصه قادمه ان شاء الله.